ولنقاش ملف الاغتيالات المتصاعدة في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الألمانية برلين الناشط السياسي علي الشعلان. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا سمية. أهلا وسهلا. ما يزال مسلسل الاغتيالات مستمرا في العراق، وخاصة باستهداف الناشطين والصحفيين، من يتحمل مسؤولية هذه الاغتيالات؟ نعم ست سمية، الحقيقة من بداية ثورة تشرين المباركة وإحنا قلنا أنه ثورة تشرين المباركة لن تنتهي، يعني النظام الحكم في بغداد عند تصور أنه خلص تشرين انتهت وتشرين لن تعود إلى الساحات، وكان مخطئ. والدليل ثورة تشرين موجودة يوميا، موجودة في كل محافظات العراق. شفنا البارح شلون اغتيال الوزني عاد قوة التظاهرات مرة ثانية، وحرق المقرات الموجودة، مقرات الاحتلال الإيراني في العراق والمقرات الموجودة للميليشيات أيضا. نعتقد أنه حكومة الكاظمي فشل ذريع في احتواء مسلسل القتل في العراق، وسيبقى للأسف مسلسل القتل بالعراق مستمر للأسف. كانت هنالك الكثير من الوعود الحكومية تتعلق بالكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، ما مصير هذه الوعود التي نسمعها بعد كل عملية اغتيال؟ نعم أخت سمية، نعتقد أنه هذه مجرد وعود، لأنه حكومة الكاظمي ما يوجد بيديها حلول، أو أي حكومة تجي من هذه الفئة اللي تحكم العراق حالياً، لأن هم أصلاً موجودين بقوة الاحتلال الإيراني، فلهذا السبب هذا ما عندهم هم سلطة. يعني إحنا شفنا اغتيال الوزني البارحة كان من قبل الميليشيات، وشفنا وأكل كاميرات نقلت إنه شلون القتلة قتلوا الشهيد الوزني وراحوا إلى أحد المقرات في كربلاء. هذا يثبت فشل الحكومة. فأصلا هذا لو يوجد حكومة، أصلا ما موجود حكومة في العراق، هذه مجموعة ميليشيات عصابات هي للأسف تدير الحكم في العراق. في هذا السياق سيد علي، كيف أسهمت سياسة الإفلات من العقاب في تعزيز دور الميليشيات وإذكاء العنف؟ أختي، لأنه الميليشيات أقوى من الدولة، هاي إذا كان في دولة في العراق، من يعني الميليشيات أقوى من 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 الحكومة، هاي إذا موجودة في حكومة في العراق. إحنا من 2003 لحد هذا اليوم، إحنا 2021، إحنا مسلسل الاغتيالات موجود. تشرين شفنا 800، شفنا شلون قتلوا شبابنا في تشرين لسبب مطالبتهم في حقوقهم. على الشعب العراقي أختي ينتفض، وعلى الشعب العراقي ينتفض ويرفع شعار اسقاط النظام، لان هذا النظام عباره عن قتله ماجورين في المنطقه الخضراء. كيف ستنعكس هذه العمليات على الشارع الغاضب اصلا، وخاصه ان الهدف من مثل هذه الاغتيالات هو احباط الشباب المتظاهر؟ نعم انا ذكرت لحضرتك، يعني السلطة في بغداد تتصور انه لما ابادوا ثورة تشرين يتصورون انه خلص بعد ما حتحصل ثورة في العراق، خلص كل من راح لبيته وانتهت القضية. واحنا قلنا من البداية ثورة تشرين المباركة موجودة ومستمرة ونارها مولعة، نار ثورة تشرين موجودة ومولعة في كل محافظات العراق. تفضلي حضرتك اليوم شوفي في الحلة حرق مقرات حزب الدعوة، حضرتك تشوفي في كربلاء البارح شلون شبابنا الأبطال حرقوا القنصلية الإيرانية، قنصلية الاحتلال الإيراني. شكرا جزيلا لك الناشط السياسي علي الشعلان، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة الألمانية برلين.